احنا كنا صحاب زي كنا عاملين ايه النهارده. هنلعب لعبة اكس او، بس انا المرة دي مش هلعبها مع اخويا، هلعبها مع متعدد اللعيبة. مستحيل تهدي، انا حاسس ان احنا هنتعادل في المباراة دي. لا مخدتش بالي، هزمتك. شكلنا هنتعادل اهو، تعادلنا. لا بقى مش عايز العب مع ده، ضعيف مش حلو. اختار واحد بقى غير التاني، ده حلو اوي اوي. احط هنا، لا غلبني. طب ليه مش جايبين ستة؟ يعني جايبين طول الوقت خمسة، خمسة وأربعة. أهو هاهزمك. مين اللي بارد ده؟ الكلمة دي ولا الشرير هو الكلمة دي يعني. ايه اللخبطة دي كلها؟ بصوا دي ما تتشافش خالص. ايوه ده شكلهم مش ناس بيلعبوا معايا. اسمح لك.
ايوه كده. مستحيل تهزمني، واو اكيد هيهزمني. شكلنا كلنا هنتعادل. أكيد هنتعادل. إيه ده؟ بعد ما لفها اتعدلنا، بس اتعدلنا في الحتة الضخمة، في المباراة الضخمة دي. انا هلعبها بالادوار بقى، مش هلعب مع عدد اللاعبين. طب لو جربت البلوتوث ختم حداشر، لا خلاص هلعب بقى، هلعب بالواحد من غير حد يعني، لا غير بتلعب. دور اثنين سهل يموت. هزمتك. تلاتة سهل يموت، يعني الواحد هيموت من السهولة. برضو تاني مش متوقعة من السهولة. لا ابو مش عايزة اعملها. ايوه دور السبعة اكيد ستة. طبعا انتوا عارفين ان دول مش ناس بيلعبوا معايا. الاكس عمال تخسر، بس بقى تشوف الدور الاخير هيبقى ذكاء ذكاء. تبقى الاكس الذكية الخصم. دا
ده دور 8. لا بقى اهو هعمل هنا وايه خليك كده عظماتي. ياه واه متعيد. مرة تانية ده دور صعب قوي. ايه ده؟ طب ايه الصعوبة دي؟ ايه ده انا مخلصتش بتاعت اللي تشبه الساعة دي ازاي يعني؟ حاول اهزمك. شكلنا هنتعادل اصلا. مرة تانية نفس الحاجة اللي بيعملها. ازاي بقى دور 8 ده يتعامل اصلا؟ بص يا جماعة انا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتنسوش برضو تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد مني. سلام.